أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الصف في المقبرة لاستقبال المعزين؟ لا، المقبرة ليست محل ترتيب، يعني ترتيب للتعزية. أما لو أحد عزاك في المقبرة أو في الطريق ما في مانع، لكن إنك ترتب هذا ويصير ترتيب للناس، أو يقولون يبنوا لهم سقيفة يجلسون فيها للتعزية، هذا لا يجوز. نعم، التعزية أصلا ما هي بلازم، ما هي بلازم التعزية، لكن إذا حصلت من دون ترتيب وبدون محل معين فلا بأس بذلك.